بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعرف واحد رسول جيدين يا كلمة كوبن ورسول جيدين يا تدوين هيجا ولا هيجا قبل قصتي مامل يمجو هذا الكاس وما تعيو كلفتينا سو جيديو حالتنا طلبية قبل قصتي هذا ما رتاسي بوك وروح ما مريسو على وش قبل قصتي يه البوري قبل قصتي الجوجو waxaan leeyahay dhamaan bulshooyinka ku dhaqan gobolka city aabo hooyo dhalinyar madartaas maanta waxa lagu dagaalamayaa gobolka city calooshiisi waxa la fadhiga halka kaco fadhiga halka kaco ninka si waajibkiisa qaato hooyada iyo maartaas ay garbaha waajibkooda ha qaataan ah maartaas inay agabka iyo dhiirigelinta ragalada joogan sidoo kale dhalinta waajibkooda qaato ما توحى ما رتاسي عسبيل الدولة كي يجوا وارلين سينا هو كي متي ديجان كا عفرتا هل كا وقدم بيسو إذا هل قصو كيس جوان مركا واحد لو بهي هي ما تهدي عن جريتان كي ندفاع وينو عن قبل كي ندفاع وينو عن نفتي ندفاع وينو وحاجة غير أنت دولي ما قادم يعني مركا واحد لا هي فرق على قعد دولي ديرين ما توي كعدي أبى بلفي عن باس عدو وين قايب كنا قلنا إنا أنا ما رتاسي ku dheeri gelino waxyaabaha la qabanayo dawladdan waxaan kala ahay insha Allah taala wax wanaagsan baan iga sugeynaa waxyaabo badan oo aan joognay ba jirto bariga hore hadii la oran jiray cunufo iyo cadayti iyo garbaciise ma gali karno oo heshiis iyo waxa jiray wala hadal hore hadda waxaa la joogaa waa dureedka casbiri weyn erar weyn degmada erar oo intii u badnay qowlayaash u badnaa gacantiina ka bax waxa la xijoo marka waxaan leeyahay iyadana wargeysyaal waa naga dhateen rageyni way dhamaadeen wayoyinkeen diyaarkeen intii uu maarataasay dhibaatadu way heshay in barakacdo in la gowracay oo la qalay maanta waxaan leeyahay ninka si waajibiisa qaato dowladdu waajibkay ka qaato annagu dhalintadaana waan garab joognaa markasta waan joognaa wixii loo baahan yahay talo iyo tusaale iyaguna dadka ha difaacaan dhulkan ha difaacaan ما توحان نلاد دعالم يسوع دينك عفرته وعيدا وين وحنا قد دعالم يوم ولي بو واجب هدي عفرته اللي تري كم توحان نلاد دعالم يسوع ما كان نكسي واجب في ساقاته نكسي بو واجب في ساقاته يا باب الكلام هذا الصعود وانا ركع وصيده هراو دعما لكن لو حكى دكان تاني واجب نصارا أو جدرين طول اسكو ما حد علينا يا ما طول اسكو ما حد نقي ما واجب نصارا غير ستيو غير دير دبو تجمعي كودن يا باب الكلام ونو وانا الكاسي هرم كيف يعني لكن هو واجب نصارم وحنا لا هلك كسي وضع سيل لبا لابا حوجينا حوجية انت مع القمان في مال كذا كهول بنت عفرت مع القمان بعد ما يجوا جو وضع ركتين بنك هو يعني نيك اسكو صوت وبط قانا ما قيس وما القمان كهو وين ديجاك عفرت وين نيك مع القمان كي مال كيس كهول كم نيك دل يرد او قانتي سكرتيس كهول كم هو يدو دور كي كهول كنتو مرك هذا كينا هندفع عنه وكينا هندفع عنه الله دل كينا هندفع عنه دل كينا هندفع عنه لما تقول ما سنتين إن شاء الله تعالى أديات بن سلام يا ولاد هاي ما عايز وين السياد واحد هالكم باق ورجي دنيا خرطة واحد تحسين أمرك والرئيس ولا لي كل شيء ذي قلبيت قبل كسيت إذا كنا ديجان كا اليو بودسكا هي ولا لها كا شعب كا واحد لها هاي أنت كنت جن سمري إيمان الله سيا الله ونحرسنا وجهاد يوحي نوجران يددال بيجران وحالا دمانت دوحالك كوشي هدي تحسيتي ران يلا يانو دريا قويسكي يا قرابة دي كب حينا أدبانو تحسين يا هدي شعب تاي هدي عيدة مدى هنجماشي بوليس كتاي كوشي هدي ليقة ولا لهو دي وريان انتا هدان كوبة تحسيدا وحان باقو دريا ضدك قلبيت في قبل كسيتي كسو جيدا إن الفردي كاعدان إن هردودا كاعدان إن دولا لهين لدد عشان وحويان دولة ديجانكا هي عيدا كليو بوليسكا كورنول دو فورن تكو جوجان وحال صور دوين الناس دا قيمة على إنه قرب جوجان إن أنا قرب سينو أنا واحد أنا هذا اللي يرتي دربا وحان قال لي دد البلاردن وحان سكو قرب تاجي إنه ولا ليه إنه قلبه تقبل كسيتي ديجو كولا يو هذا الشعب تاعي هذا ليو تايبا وحان لقرب جوجنا هيليو هو وحان هرناي وحكستو قمن كراينو
waxaan daan biyo tahay hada raashin tahay hada cuntooyinka fudud loo baahan yahay tahay waa la garab joognaa waxaan walaalaha ugu baaqaynaa sida anagu kale inay nagu daydaan inay ka qayb galaan walaalahayna ay garab joogsadaan ay u horaan xoogoga iyo muruqoga iyo maalkooga haday hooyo tahay haday aabo tahayba waxaan kaloo la hadlayaa dhalinta gobolka city dhalinta gobolka city waxaan leeyahay war walaalaha iyo fadhiga ha laga kaco waxa weeyaan anfarimaha waxa ay doonayso gobolka city oo qura waxa ay doonayso waa dhulka soomaalidu ay degto dhan waxay ka soo gudubtay laamidi saddexda magaalo wixii ay kusay ku qasbatay waa la ogaa hadda waxay taagantahay waa magaaladii casbuul casbuulna waa la ogyahay halka ay u tahay erar iyo beki iyo afdam dir raba inta u jirta waa la ogyahay kol hadday halkaa timiday waxa weeyaan in ay qaadanayso dhulka soomaalida gobolka city inta u badanna ay dhexda usoo gashay marka waxaan leenahay dhallinyaroy war waad la socotaan laascaanood waad la socotaan wax ka dhacaya halkaas waxa weeyaan dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo aabayaashu garabka isqasbadeen way ismuujiyeen xornimay gaadheen war maanta canfar nagama adkee waan u kala jabsannay walaalaha fadhiga ha laga kaco dhallinta waxaan lahay fadhiga ka kaca war xooggiina iyo muruqiina iyo maalkiina hura war 24 saac waxaan u taagannahay inaanu garab taagannahay dowladda iyo ciidanka liyu booliska aabayaasha hooyooyinka war inay furinta wada tagaan tii cunto karinaysa inay cunto kariso tii waxa weeyaan biyo qaadi karaysa inay biyo qaado tii wax alla qofkii wax qaban karayba inuu qabto dhammaantiin waxaan leenahay dhallinyarada fadhiga ka kaca war furintaan wada tagno war hangurmanno war dhiiggeenna han shubno salay iyo daraad iyo maanta waxaan ku jirnaa abaabul haddaan dhallinyaradii gobolka city aan nahay waxaan wadnaa dadka saan isku garab taagi lahayn waxaan u huraynaa dhiiggeenna iyo muruqeenna iyo maalkeenna waxaan leenahay annagu diyaar baan nahay dhallintana waxaan leenahay war fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca war dhiiggii haddaan waddanka loo dhiman lama helo war walaalaheenna dhiiggugu halka ku shubmayo ee maalin kasta lasoo weerarayo iyo ciidamadeenna liyu booliiska u taagan maalin kasta inaan heegan noqono garab joogno moraal siinaan diyaar u nahay war inigana waxaan igu baaqaynaa diyaar haatiin aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa aad iyo aad baan u garab joognaa maanta wixii aan helay waan dirnay berrina haddii alla yidhaah waan diraynaa ee waxaan ileahay walaalahu fadhiga ka kaca ciidamada liyu booliiskana aad iyo aad baan u habalyeenayaa aad baan usoo dhoweynayaa waan garab joognaa waxaan leenahay dadaala guusha aad gaadheen guulka fiican baan ii rajaynayaa dhulkeennana waxaan rajaynayaa inaan soo ridan doono waana salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu